صرت يا خبيرة الحين الاكس راي. اوبا. Whenever you're ready you can start. عملية اليوم كانت لمريض ايضا عضلة القلب عنده ضعيفة جدا، في ارتجاع شديد في الصمام الميترالي، في تسكيرات شديدة في شرايين القلب التاجية. أكثر من طبيب شافها أو جراح قال أو قرر أن الخطورة عالية، فوقت اللي أنا شفتها قبلنا بإجراء العملية وكنا محظوظين أن كان عندنا جراح زائر، فطلبت من الجراح الزائر أن يساعدني بالعملية. وقت ما خلصنا الجزء الحرج من العملية العادة نريح الجراح الزائر ونجيب الشباب الموجودين في المستشفى يساعدون. جاهز؟ جاهز. لا مرة ثانية مرة ثانية. انت قل لي، انت اسألني، انا نسيت. يلا انا نسيت. جاهز؟ توكل على الله. ايه تجهز نفسيا ومعنويا؟ وايد من طلبة الطب يجيني يقول لي دكتور انا بصير جراح قلب، وايد من طلبة الطب لما يوقف نص ساعة بغرفة العمليات يقول دكتور انا تعبت بطلع. اللي بيصير جراح قلب لازم يكون عنده استامنة الوقوف لساعات طويلة. تدري عدد الاسئلة اللي تجيني بالانستغرام؟ دكتور انا بصير جراح قلب، او انا بصير جراحة قلب، انا طالبة في سنة خامسة، انا طالب في سنة رابعة. جوابي القصير لا تصير جراح قلب، بس هالجملة. الحين قلت لا تصير. زين شنو البديل؟ يعني تعال عطى ايه البديل؟ يصير طبيب قلب، يصير باطنية قلب، يسوي قسطرة تداخل، القسطرة التداخلية، يحط دعامات، يركب صمامات، يسكر فتحات القلب، كل شيء كان يتسوى بالعملية الحين قاعد يلقوله المهندسين والشركات الطبية للمعدات الطبية، يجدوا له بديل عن طريق القسطرة، عن طريق فتحات صغيرة. هذا اللي يقول أنا بسوي تكميم عن طريق المنظار مثلا. فنجد أن الشركات قاعدة تحاول تجد طرق أقل تدخل لاستبدال العمليات الموجودة. أوكي سرطان، ما حد راح يقدر يشيل سرطان عن طريق منظار أو عن طريق فتحة صغيرونة أو أيا كان، ولكن ممكن نانو تكنولوجي، ممكن جين ثيرابي، ممكن، يعني أنا أتوقع الجراحة كلها راح تختفي خلال 100 سنة القادمة. يعني بعض التخصصات ممكن خلال 5 سنوات الجاية تختفي، مثل شنو؟ طبيب الأشعة. الحين جوجل تقول إن إحنا قادرين عن طريق ماشين ليرنينج وعن طريق الاي اي ارتفيشال انتليجنس نستطيع أن نشخص السرطانات والمشاكل الموجودة في الأشعة المختلفة أفضل من أطباء الأشعة. بعدين الـ AI هو اللي راح يشخص، ندخل الأشعة بالكمبيوتر يطلع سرطان في القولون ستيج 3 مش عارف إيش. Three proximals and one lima LED at the end. حسين انت قاعد ها؟ عشان نخلي البروفيسور يطلع. طبعا انت قد تتساءل ايش قاعد نسوي ناطرين؟ عدل؟ في العمليات اللي نسويها العمليات المعتادة نعطي المريض محلول او دم يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم. البوتاسيوم هذا اللي يستعملونه في الليثل انجكشن اللي يعطونه حق اللي محكوم عليهم بالاعدام في امريكا، يعطونه ابره فيها بوتاسيوم تلقى الخط بعدين يصير فاحنا بالفعل لو طالع الشاشه نبض المريض متوقف، قلب المريض متوقف، زين، ولكن لان المريض موصل بالمضخه الصناعيه فاعضائه يتم توصيل الدم لها عن طريق المضخه. المضخة هذه تشيل ثاني أكسيد الكربون، تحط الأكسجين، تشيل الأشياء الثانية اللي السموم المتراكمة بالجسم وترد الضخ الدم إلى الجسم. كل بين فترة وفترة احنا نحتاج ان نعطي القلب دم فيه بوتاسيوم فيه أكسجين على أساس ان نبقي على عضلة القلب حية. فهذا اللي قاعد نسوي، قاعد ننطر ان المحلول اللي نبي نعطيه للقلب انه يخلص. Are we done؟ وهذا احنا خلصنا.
ثلاثة اللي على يساري عندي اثنين طلبة طب وعندي حسين الجيل الصاعد خلنا نقول من جراحين القلب ناوي إن شاء الله يتخصص جراحة هو حاليا إيش كذا صار لك متخرج كلية الطب ثلاث سنين فها جيل المستقبل الله يستر منهم ويوسف همكاه وطلع كان مستخبي سمنة عذاب الأسبوع هذا مرضانا كلهم متان المريض المتين يعني يتوقع أنه هو والله زين بس تخيل نحتاج نقص بهالكثر شحم علشان نوصل حق جسمه الصجي السمنة تاكل بجسم الإنسان أكل تصعب العملية تزيد المضاعفات تزيد تعرض المريض لأمراض مثل السكر الضغط الكوليسترول انسداد الشرايين سرطانات مختلفة وبعدين يقول لك والله الدكتور ما يعرف الدكتور أهمل الدكتور قصر بس أنت قصرت وأنا قايل هالكلام من قبل قصرت في حق نفسك لسنوات لا تتوقع أن العلاج يسوي معجزة تو ماتش تنشن خلاص اوكي فزرعنا اربع شرايين وصلحنا صمام السونار في نهايه العمليه السونار الداخلي يبين ان الصمام شغال او التصليح شغال بصوره جيده ضخ الشرايين قسناه بالجهاز مال ضخ الشرايين عندنا وايضا ضخ الشرايين ماشي بشكل جيد العملية شوية كانت طويلة ظل المريض على المضخة لفترة شوي أطول مما كنت أحب ولكن كان في وايد أشياء نحتاج أن نسويها وبالتالي نهاية العملية شوي المريض بدأ ينز يعني فاضطرينا أن احنا نظل فترة أطول من المعتاد لمحاولة السيطرة على النزيف إعطاء الأدوية المساعدة على التجلط والحمد لله متفائل أنا من النتيجة إن شاء الله خير. Yeah. She's okay. Breathing is fine. Saturation is okay. And this girl. يلا let's go and see them all. فحاولي هذا كل ساعة نبي نتنفس فيه سوي التمرين مال التنفس وثلاث مرات نبي نمشي على الأقل بالدار نمشي اليوم هذا الواجب مال اليوم. إن شاء الله. خوش. يلا تمريني على شيء. الله يسلمك.